هل ابنة ييروس كانت مائتة ام ناعمة؟ لا كانت مائتة. السيد المسيح بس استخدم التعبير، لكن هي كانت ميتة ميتة لإقامتها، هي إحدى معجزات إقامة الموتى للسيد المسيح. إذا كانت نائمة أين المعجزة؟ طبعا ما كانتش نائمة، كانت ميتة. وإن كانت مائتة فلماذا قال الرب يسوع إنها نائمة؟ أحيانا كانت كلمة نائمة تعبير عن الموت، كما قيل عن استفانوس الشماس ولما قال هذا رقد يعني مات، وكما قيل عن لعازر برضه.